مثلك الأعلى؟ مثل هذا الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده ما يعني ده أعلى مثل بالنسبة لي. أنا بحب الطريقة بتعامل بيها مع الناس، والمسلم من سلم من لسانه ويده، فأنا بحب الطريقة دي جدا، فخلاص هو المثل الأعلى لي. أنت بقى مين ماسك الأعلى؟ بص أنا خليني أقولك على الأطفال دلوقتي. الأطفال دلوقتي مثلهم الأعلى، يعني هنشوف عدد كبير يقولك محمد صلاح. تمام. محمد صلاح عامل حالة كده جميلة مش في مصر بس في العالم كله. شايفين كل الأطفال اللي بيحب الكورة حتى، واللي بيعرف يلعب كورة واللي ما بيعرفش يلعب كورة، بيقولك أنا دلوقتي المثل الأعلى بتاعي بقى محمد صلاح. اهو محمد صلاح بصراحه كمان بعد ماتش امبارح، يعني لما جاب الجون تعادل في مانشستر سيتي، مصر كلها بتحتفل، يعني المنتخب بيلعب، مش محمد صلاح بيلعب في ليفربول قدام مانشستر سيتي وصعد للدور الاربعه، لا مصر. انا سمعت الهي اتخض، انا كنت سايق العربيه، يعني تخيل انت سايق عربيتك وبتسمعي ايه في مصر كلها. لا هو عامل حاله جميله، عامل حاله طبعا جميله طبعا. 26 سنه والشباب شايفينه قدوه ناجحه جدا، ومن انتقاله من المقاولين لباز، وبعد كده تشيلسي، ومن تشيلسي لروما، ومن روما يطلع لليفربول، ولسه لغايه دلوقتي ربنا يكرم هي ممكن يطلع ريال مدريد او برشلونه. شايفين الولد ده حاجه تانية خالص، يعني هو فعلا الواحد يحتز بيه، لانه هو مثقف متدين مجتهد ناجح جدا. ففعلا ده بيبقى مثلي الاعلى. بس برضه ما رديتش على سؤالي مين مثلي الاعلى. في البنات واحنا صغيرين بيبقى مثلي الاعلى اختي الكبيره. تمام. مامتي بقعد اشوفها بتعمل ايه في شعرها، بتلبس ازاي، بتتكلم ازاي. الاطفال وهم صغيرين بيبقى مثلهم الاعلى دايما، يعني انت هتلاقي مثلا كان باباك بتبص عليه وانت صغير، بتشوفه بيعمل ايه، بتقلده. لا انا كان مثلي الاعلى بصراحه امي، لان هي كانت مكافحه قوي واحنا صغيرين، ربنا يخليك. والتربيه كمان بتاعتها كانت تربيه مودرن. ايوه بس احنا صغيرين ست، يعني فانت ممكن يكون مثلا باباك كنت بتحب مثلا تقلده. لا ما في ستات ب 100 راجل. لا تعالي معايا، تعالي معايا وانا اوريك الستات اللي 100 راجل. هي شايفاني دلوقتي بسلم عليها طبعا. بشكر فيكي والله، الاقي اكل لما اروح. اه طماع بطنه بطنه شغال عشان بطنه. ازعلها وفي الاخر اكل بره؟ لا لا ما نقدرش نزعلها طبعا. لا لا الا طنط الا الام الا الام. ايوه بس انت كراجل لازم يكون بيبقى عندك مثل اعلى. الاب بيبقى بتقلده في اي حاجه حتى. بس انا اللي هيجنني ان في شباب دلوقتي مش شايفين باباهم مثل اعلى، فتيجي تقول له مثلا يا ابني ما باباك الله اكبر راجل ناجح ورجل اعمال حلو وكويس. لا انا عايش في جلباب ابي. لا 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 انا عايز ابقى حاجه ثانيه غير باب يا حبيبي. ما هو بابا ده يعني هيسندك، يعني هو اللي هيجيب لك شقه تتجوز فيها، هيبتدي يقول لك تمشي خطوات الثابته، عنده خبره وخلفيه سنين فتقدر تاخد منه. لا 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 انا بس عارف الشناوي في حاجه ثانيه، احنا لقينا لما بنكبر بنقلد اهالينا. يعني انت هتلاقيك بطريقه غير مباشره بتعمل حركات باباك كان بيعملها، انا هلاقيني بعمل حركات مامتي كانت بتعملها من غير ما ابقى واخده بالي. صح جدا. اه والله فعلا والناس ما تاخدش بالها من الموضوع ده، يقول لك لا لا انا طالع غير بابا خالص. بالظبط انا غيره، هو نسخه. انا كل الحاجات اللي كان بابا بيعملها بتضايقني انا ما بعملهاش، وتلاقي نفسك بتعمل كل اللي كان بيضايقك. بقول لك حاجه لسه مكتشفها من قريب، اللي انا كنت بتكلم مع الحاجه فبقول لها انا طالع لابويا في ايه؟ قالت لي حتى الشنب اللي انت عامله دلوقتي هو نفس شنب باباك. اشوف انا كنتش متخيل، يعني ما كنتش ممكن تكون انت في السن ده مثلا انت ما شفتوش خالص، ما شفتش الشنب على بابا. بس انت لوحدك عملت زي ما هي بتبقى كده. بيبقى احنا الاجيال بتسلم اجيال، بس احنا ما بناخدش بالنا، احنا بنحاول نطلع من الحاجه بتاعتنا او من الجلد بتاعنا، ونقول لنفسنا احنا هنرسم نفسنا خط وطريق. طب ما احنا يا حبيبي ما عندكش اكسبيرينس، يبقى لازم تخلي عندك حد مثل اعلى تحتذي بيه وتمشي وراه، فهو هينور لك بصيرتك، يعرفك الدنيا ماشيه صح ولا غلط، عنده خبرات قبل كده. لكن انت تطلع مع نفسك، انت تمشي مع نفسك هتلبس. اكيد. لا وعايزه اقول لك كمان على حاجه مهمه دلوقتي، يمكن في مسؤوليه كبيره على صناع الفن في مصر. احنا بنشوف بره بيعملوا مثلا راجل المطافي بيعملوا بطل. فبيخلي الطفل وهو صغير نفسك تشتغل ايه يا حبيبي لما تكبر؟ نفسي مطافي. اشتغل راجل مطافي. هو شايف ان الراجل ده بيضحي بعمره وبيشتغل. فلازم برضو الفن يكون عنده رساله، ان هو يوري لك فعلا حد تبقى انت ده في دماغك من وانت صغير عايز تطلع زي البطل ده. اكيد. فدي برضو مسؤوليه على صناع الفن في مصر. في كتير دلوقتي من الاطفال ابتدوا يشتغلوا معاهم في المدارس، ان البطل مش بس ان هو سوبرمان اللي بيطير او باتمان او كده، البطل بقى الضابط اللي واقف في الشارع، الدكتور اللي بينقذ الحالات، الراجل المطافي، رجل الاسعاف اللي بينقذ الناس دي. بقوا مثل موجود في المدارس، فبالتالي الاطفال دلوقتي بتيجي تساليهم انتوا نفسكم في ايه، فيقول لك انا نفسي اطلع دكتور او مسعف او 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 تلاقي في ناس كتير قوي بتتكلم في الحاجات دي.